كلام تمين ما عليه حكي يا ابني، وانا ماني معك بالمره. مالك معي بالمره؟ مين ناطر رايك انت؟ بالعكس يا ابي، كلامك اسكت ولا اعرف. طول بالك يا رجال، القصه مو محرزه، كلمه وحكاها الولد. ما في كلمه وحكاها، كلمه واحده بس هي كلمتي. بعد اذنك يا ابي، يعني حتى لو كنت ابي وكبيرنا وزعيم، لا بس ما بصير تصادر لي قناعاتي. قوم ولا قوم عقرفتها، قوم. طول بالك يا ابي، شو القصه؟ انت قوم. لا ما